قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن قانون الاستثمار الجديد سيتم الانتهاء منه في إبريل المقبل. وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية أن الحكومة ستناقش غدا الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية وحجم الموازنة التي تصل 1.2 تريليون جنيه. ونفى رئيس الوزراء ما تردد عن تحديد 5 لترات بنزين يوميا لكل مواطن، مضيفا أن هناك تقارير سيتم استلامها من المحافظين غدا بشأن منظومة الوجبات المدرسية وما تم التوصل إليه بشأن نتائج عمل لجنة تطوير منظومة الوجبات. وللمزيد مشاهدينا الكرام معنا هاتفيا الخبيرة المصرفية دكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. دكتورة أهلا بحضرتك. يعني هناك أمران يتعلقان بالاقتصاد، قانون الاستثمار الذي من المنتظر أن يتم صدوره خلال شهر من الوقت الذي نتحدث عنه ربما قبل ذلك أيضا، والموازنة العامة التي تصل إلى نحو 1.25 تريليون للعام المالي الجديد. يعني كيف تعلقين على الأمرين معا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والاجتماعية طبعا أيضا؟ يظل الاقتصاد هو المشكلة الأكبر في العالم كله، نعم، مش بس في مصر. فقانون الاستثمار أخذ وقت طويل لأنه الحقيقة هناك يعني نقاط كثيرة تحتاج إلى إعادة دراسة. يعني أنا لو خدت رأيي إحنا محتاجين نعيد كتابة هذا القانون من أوله، لأنه في نقاط كثيرة ما لهاش أي لزوم، طويل قوي، معقد، في أجزاء كثيرة محتاجة شرح. فأنا أعتقد إنه محتاج نظرة أكثر عمقا إن إحنا نعمل قانون أبسط وأسهل وأيسر وأكثر فهما. فأنا أعتقد إنه محتاج إعادة كتابة، ما ينفعش القانون اللي متقدم ده. الشيء الثاني طبعا حضرتك زي ما شفت أيضا الموازنة، إحنا عندنا تحديات كثيرة جدا في مصر جدا. البلد بقى لها سنين طويلة حاجة زي ما أنت شايف البنية التحتية فيها مشاكل، سواء كانت النقل أو المواصلات. مشكلة النقل في القاهرة من أخطر المشكلات اللي ممكن تواجه أي عاصمة. نعم. إحنا مش عاوزين نصحى في يوم من الأيام ونلاقي العاصمة وقفت ما بيقدرش نتحرك. ده بقى له أثر على الاستثمار، على العلاقات الدولية، على المطار، على يعني موضوع كبير قوي. فإحنا محتاجين البنية التحتية يعاد النظر فيها، ودي عايزة إنفاق. صحيح قطعنا طريق مش بطال، لكن هناك مشاكل ملحة في مصر لازم تتحل. عندك كمان مشاكل الصحة، مشاكل التعليم، مشاكل الحقوق الاجتماعية للإنسان. يعني أقصد الموازنة عايزة نظرة هي كمان أكثر عملية وأكثر دقة. الحقيقة دكتورة بسنت، يعني الموازنة بالفعل فيها عجز. نعم العجز تقلص عن الموازنة السابقة، لكن يزال هناك مشكلة، وعلينا أنه نتحدث عن تمويل العجز عن طريق دين داخلي آخر. نتحدث عن قانون استثمار لم يصدر بعد، لكن حضرتك بتقولي أنه حتى هذه اللحظة وطال انتظاره كثيرا حقيقة، تقولي أنك غير راضية عنه. لا إذن لا راضية عنه تماما. إذن الأداء الحكومي تزال فيه مشكلة بشكل أو بآخر، وهذا يعني الآن تنتقل المسؤولية إلى مجلس النواب إذن إليكم. لا، في مشكلتين كبار قوي احنا بنتكلم عنهم بقالنا فتره. نعم. اولا صعوبه كل الحكومات المتواليه اللي بتيجي ورا بعض انها تعمل عمل جماعي. زي ما حضرتك بتقول قانون الاستثمار بنتكلم فيه من مؤتمر شرم الشيخ في 2015. يا جماعه مش معقول، احنا مش طالعين على القمر. لكن انا دايما اشعر بيه ان الحكومه ما بتشتغلش كفريق عمل يقدر يطلع شيء بسيط وبسرعة. كمان الشيء التاني اللي في قانون الاستثمار هقول عليه وبعدين هروح على الموضوع. ما ينفعش لما تيجي تكتب قانون تشعر ان في 100 رأي جوه القانون، 100 جهة متدخلة في القانون. لا. ما ينفعش، ده قانون استثمار. ما ينفعش انك تحس جواه ان في زي نفس التسارع اللي انا بقول لحضرتك عليه كده جوه الحكومة تشعر بيه جوه القانون. وده ما ينفعش الحقيقة. وده موضوع بيتوالى زي ما تفضلت حضرتك من حكومه لحكومه لحكومه، ما بيتغيرش اسلوب العمل، ما بيتغيرش مهما غيرت من اسماء كلهم ناس افاضل. لو ما غيرتش من طريقه العمل مش هنوصل لحاجه. هو دي اول نقطه. الحاجه الثانيه اللي مهمه موضوع الموازنه.
ايوه انا عندي عجز والعجز بيتقلص، بس انا عندي دوله عايزه شغل قد كده. زي ما بقول لحضرتك، بص على العاصمه. نعم. العاصمه اصبحت فعلا بتواجه مشاكل خطر، وعلى راسها اللي الناس واخدها ببساطه مشكله المرور. يعني انا مش عايز اجي يوم الصبح أبداخد ساعتين رايح ساعتين جاي في اي مشوار، لكن ده ممكن تقف. نمره 2، شوف حضرتك في بيوت كتيره بتقع. نمره 3، البنيه التحتيه. يعني في مشاكل عميقه، مش طبعا موضوع اني اجي اقول العجز نزل والعجز زاد. الامور متداخله للغايه الحقيقه، وتاثيرها في الاخر رقمي، يعني تاثيرها في الاخر على الموازنه وعلى حال الاقتصاد. شكرا جزيلا لك دكتوره بسنت فهمي الخبيره المصرفيه على مداخلتك، وشكرا سيادة النائبة.